تمام سيف. تبين ما حطيته بعد كوكي بابا مشيت كيف رجلي؟ ايه؟ حطيته كوكي بابا مشيت كيف رجلي؟ هلا بحطوه. لا والله ما عم بحطوه، بحطوا مارون سنيد. هم نحلهم بعدين، مارون سنيد كله عندنا. لا شو في مشكلة معقول يعني؟ اليوم نحن على الهواء. لا مش على الهواء. بلا. لكن شايف شو طابخ الله؟ مشانينا مش تاخذوا فكرة. بس انا ناخذ الفكره شو بيصير تحت الهواء مثل البيوت مثل كل شيء معقول عم بحكيك وتطلع بالكاميرا اقول مارون سنيد معنا كل بهاللطافه من بعد ما هالقد لطيف لكن اليوم شو طابخين جاف؟ فتيرة البقر مع الزيتون مظبوط هيدي ما حدا سبقها مظبوط طابخين فتيرة البقر مع الزيتون صباح الخير مشاهدينا أول شيء وينك؟ هون بس مش عم بتفائد اوكي طيب فتيت نحن جمعة عاملين كل الريسبيز مع الزيتون امبارح طبخنا شو طبخنا امبارح؟ أنا ناسي أنت ناسي؟ طيب امبارح طبخنا طبخة كمان فيها زيتون طبخنا إنه فيها زيتون بس طبخنا طبخة كثير طيب الزيتون وهلا اليوم رح نعمل فيليه رح نطبخها بالصوص تبعها فيها زيتون ورح نعمل ماش بوتيتو ماش بوتيتو رح يكون فيها كمان حبق وزيتون وكل القصص يلي خاصة انه هلا الموسم سو عم جرب قد ما فينا بكل الحلقات اللي عم نعملهم انه نمشي مع شو في اجمالا بالموسم او بالسيزن والسيزوناليتي هي احلى شيء بالطبخ اول شيء رح افرم كل شيء خضره لانه بعدين رح افرم اللحمه سو هيك بكون خلصت من الخضره وشوي شوي بفرم اللحمة على النار في عندي هون البطاطا اوريدي حطيتها لما وصلت لحتى تنسلق لأنه بدها وقت حطيت البطاطا بمي ملح البصلة في عملها شردد في عملها جوانح في عملها ناعمة مثل ما بدي سو كمان ديبندينج على الريسيت هلا رح بلش أول شيء أطبخ أكيد البصل بزيت الزيتون على والملح على نار خفيفه شوي لحتى يصير هيك كندد البصل ويعطيني طعم كثير طيب رح كتر البصل فيها اوبسلي رح اعمل كل شيء كل الاليه وبعدين حط المرقه وحط كل الباقي خلينا بس نذكر شيف بالاشياء اللي نحن بحاجه لها تفضل زيتون جزر حبق بصل لحمه فيليه بيكن وبوكي جارني اللي هي هون او الميروبوا اذا بدك هيدي مانا بوكي جارني هي اللي هي اذا بدك خضره بتعطر او خضره هي جميلة البوكي الميروبوا هي كل شيء خضره بتكون رسين يعني مثل الجزر مثل الكرات الكرافس هيدي بنستعملها على طول بكل شيء خنات لانه بتعطي الطعم اللي فيها والبرفيوم اللي فيها بيزع على طول بقلب الصوص وبيعطيني على طول هالفليفر وهالاروماز اللي بدي اياه هون للاكل اللي على طول انا عم بعملها هلا بهيدا الوقت شو رح اعمل؟ رح خلص البصل ونزلهم بقلب الزيت حتى ما نقضي كل الحلقه عم نفرم بصل هيدا بصل اوبسلي البصلة على طول انا لما بطبخها بحب احط معها شو؟ ملح حذرت وينك داخلك؟ الملح لانه الملح في صوديوم والصوديوم على طول بفوت على قلب الخضرة بكسر كل الفايبرز السليلوز بسحب منه كل المي بهذه الطريقة شو بيصير عندي؟ بتكون الخضرة عم تنزل عم تستوي عم تكب ميتها وعلى طول حسب شو الطعم اللي بدي اياها انتبه يعني مش هيدا التكنيك يعني كل ما بدي اطبخ بصله بدي اعمل هيك بس انا اليوم لانه ما بدي بصله تاخذي لون كثير بدي بصله تكون كندد يعني مطبوخه على نار خفيفه وعشان هيك بحط لها طيب كمان تفضل بثاني مطرح شو عم بيصير؟ ثاني مطرح عم البطاطا عم تنسلق مع مي وملح لما بتخلص البطاطا رح نعمل فيها بطاطا بيوري اوكي مع الزيتون مع الحبق رح نعمل بطاطا بيوري كثير طيبه
بس داخلها حليب ولا لا؟ ما فيها حليب. هعمل بطاطا بيوري بلا حليب. بطاطا بيوري ما ضروري يكون فيها حليب، حسب. اذا عم بون بيوري بروفنسال، عم بعمل بون بيوري تراديسيونيل، ديبيندينغ يعني، عرفت؟ مش البطاطا بيوري مش يعني على طول حليب وزبده وملح وبهار، لا. فوالا هيدا الجزر. بعدين هون عندي البيكن، انا كثير بحب البيكن باليخني، بيعطيني اكيد المشاهدين. هيدا هون انا عم بستعمل، في استعمل بيكن خنزير او استعمل بيكن بقر او استعمل بيكن حبش، انه اكيد كل حدا حسب البريفرنس تبعه شو بحب يحط بقلب الاكله. البيكن كمان بحطهم خليه تقلوا كمان ليعطوا طعمتهم الطيبه، تاخذ العقل بقلب الصوص. تحيه. ولا هون جزريت رح اعمل فيهم زيت الشيح. طلع عندي نوع من سوفيتو، سوفيتو يعني هي الآلية اللي مع جزر والتاو والكرات والكراس وكل شيء. بذات الوقت بيعطوا ملمس. خلصت الوصفة فينا نطلع بيت. لا وصفة هينة وهيك لابعة كثير للشتوية. لا كمان بذات الوقت يعني نحن لأنه بنمشي بالسيزوناليتي إلي بطبيعة يعني سبحان الله، مثل ما بتغير من سيزن لسيزن، بتنزل الشتوي بتطلع الصيفي وشو بعرفني شو. حتى بالاكل يعني بتحس السبيريت تبعك وكل شيء بدك تعمله ماشي مع السيزن، يعني بدون ما انت تفكر وتعمل افورت بهذا الموضوع. بتحس بالصيفيه بدك سلاد، بدك جوس، بدك لايت ساندويتش، بدك باربيكيو، بدك اليوم بتحس بدك يخني، بدك قصص هيك حاميه بتدفي الى اخره. ولا هلا هون رح وطي النار شوي واتركها تقلي على نار خفيفه، مش كثير خفيفه يعني. بهالوقت رح اخذ الزيتون. هلا الزيتون احسن افرمون، والحبق كمان رح افرمه. ليه احسن افرم الزيتون؟ لانه الزيتون طعمته كثير قويه. اذا باخذ الزيتون وبحطه حبات كمين مش غلط، بس لما باكل تجي حبه زيتون تقرش طعمتها بتغطي على كل الاكله، ف لازم يكون قطع صغيره احسن، بتعطيني اكثر ساتلنس بقلب الاكله وبقلب الطعم يلي بالاكله. اوكي خلينا اول شيء اخلص الحبقات هيك وحده ورا الثانيه حسب ال فوالا. وزيتون اسود مش اخضر. ايه زيتون اسود لانه الزيتون الاخضر طيب كمان، بس مش كل الناس بتحب تعمل المروره لانه الزيتون الاسود. شيل هيدي بايدي لانه ما بستحي افرم زيتون فيها. الزيتون الاسود، الزيتون الاخضر فيه مروره، مش كل العالم هيك بتحب طعمه الزيتون الاخضر. اوكي سو هيدي هون ولا يعني لاحظت كيف عم بيشتغل كله ماشي مع بعضه. هلا رح خلص الصوص وبعدين رح طلع اللحمه قصها واعملها شردت وارجع اطبخ اللحمه لحال بعمل الصوص. واللحمه اللي عندنا فيليه ما بدها كثير غلي، صوب سقطت سقيت ما عندي مشكله. يعني على طول بكون عندي بروسيس معين براسي عم بمشي فيه لاطلع الاكل اللي بدي طلعه. الزيتون وين رح ينحط؟ حد بالصوص وحد بالبوري. يعني يمكن انت بعدين على بالك تعمل بوري بلا زيتون مشاهدين فيهم يعني، لانه بس انا بالنسبه لإلي يعني اقول شغله، اذا بدي اعمل هيدي الطبخه بعمل بيوري بلا زيتون وبعمل هيدي بزيتون او بالعكس. مثلا اليوم كمان انا بحب لهم المشاهدين انه فيهم يعملوا بيوري مع زيتون يحطوها مع اكله ثانيه، وفيهم يعملوا هيدي مع زيتون يعملوها مع رز. بس هو لنفرجي انه بالزيتون كمان في عن بيوري وفي اعمل، مش يعني هي لازم تروح مع هي، هي فيها تروح لحالها، هذا فيها تروح لحالها. بتحب الزيتون؟ ايه مشتقات الزيتون كلها؟ زيت الزيتون؟ كلها والتابوناد وال كل شيء. اوكي طيب هلا كمان اذا بدك شوف اذا عندنا قصص بالبراد نعمل تابوناد صغيره هيك على السكين كمان كنا عم نعمل لهم وصفه ثالثه للمشاهدين، شو رايك؟ ممتاز. طيب هلا بس شوف رسالة بكره اذا فيها توم، إذا فيها شي حبة توم ساعتها. إنت إذا بالبراد في توم؟ في صينية بالبراد طلعها إلي مول معروف. صينية بكرة؟ إيه صينية بكرة جيبها مول معروف.
هلا لانه عندي حبق which is very good. بس خليني اشوف شو في بقلبها. اذا بتفتحها تكي حسب شو في بقلبها بنقدر نطلع التابيناد اللي بدنا اياها. هلا بجنن عظيم. رح اخذ هواء على جنب. لا بدنا بعد شوية كاب. شوية كاب حط عليهم شوية بندورة مجففة بتجنن. حط عليهم شوية حبق. حط عليهم شوية حار. يلا خلصنا. هيدي فينا نرد على البراد. شكرا. اهلا. اوكي هيدي مثل ما شايف رح احط هلا زيتون شوية زيتون بقلبها كمان ليتقلى الزيتون. هلا رح اعملها هيدي الطريقة. رح اقول لك شو رح اعمل. هيدا زيتون اوكي هو تقلى معهم كمان. كل ما قلي زيتون كل ما تطلع طعمته. عم تشم ريحة الزيتون. هون رح اعمل شوية تابيناد. رح احط بقلب البيري تابيناد. فهمت علي كيف؟ هون زعبرنا شوي. هلا عم نقول للمشاهدين بس كمان فيكم تحطوا الزيتون سيمبلي بقلبها للبيوري وفيكم تعملوا مثل ما انا عملت. سو على طول هيك بنشغل الفري كرياتيف تبعنا. عارفين هلا رح احط بيض احمر. انا عم اقول شتريه اغليهم شوي. البيض شو بيعطي بالاكل؟ المبيت غير طعمه. اوكي بيعطي اسيديتي وبيعطي طعمه وللحمه بيعطي تندرنس لانه المبيت فيش اسيد كمان بقلبه سو بفوت على اللحمه بفككها. بس اكثر شيء اذا بدك اكيد بحطه هو كرمال طعمه. بس في كثير كاركترستكس للمبيت كثير حلوه بقلب الاكل وكثير الناس بتفكر بطريقه ما بدي اقول مش مزبوطه انه بنروح بنجيب مبيد للطبخ انه مبيد مش منيح مثلا او مبيد منه كواليتي مثل خلق. هستعملها بالطبخ ما رح تبين طعمتها اكيد. لا حتى بالاكل لما بحط مبيد ولا بحط شو ما كان عن جد لازم احط احلى نوع مبيد ممكن. هو على كل حال نوعيه الاكل هي اللي بتفرق يعني من اذا واحد عمل نفس الطبخه ب هيدي رح احط شويه مرقه هلا يغلوا مع بعضهم. هون بكون خلصت الصوص. هون شو بدي اعمل هلا؟ رح شيل هيدي ما رح افرم فيها بقى لانه ما عندي كثير وقت. في افرمها بعد بس هي رح استعملها هلا لحطها بقلب البيري. وبزيت الوقت كمان بقول للمشاهدين فيهم يستعملوها يحطوا عليها زيت زيتون هن ويعملوها مثل تابيناد او مثل سبريد او مثل شو ما كان ويحطوها مع حيلا اكله. واضح؟ واضح. نحن كنا قشرنا البطاطا وقطعناها قطع يعني هيك بتنسلق اكيد بسرعه 100%. هون تقريبا اليخنه صارت جاهزه. هون بس بدي اتركها هلا بعد تنطبخ شوي مع المرقه. بعدين رح اعقد المرقه بكورن فلاور لاعطيها التكستشر اللي بدي اياها. وبدي ارجع اخذ اللحمه اللي هي بالبراد يحيى اللحمه اللي هي الفيليه. رح اقص الفيليه شردد مثل ستروغانوف يعني واعمل فيليه على نار كثير قويه وارجع احطها بقلب الهيدا. هلا هون خليني شيك اول شيء على البطاطا شوف البطاطا شو صار فيها. اذا استوت هي بعد بدها شوي سخنه عظيمه. في عندنا بوتيتو ماشر دخلك؟ لازم. طيب مش مشكلة إذا ما في هلا بقول لك شو بنعمل. رح صفي البطاطا أول شيء. خليني صفي البطاطا. أنا بيهمني بس طلع البطاطا على الهواء إلي. إيه. انتبهت شو عملت هون؟ خليت شوي من مرقة البطاطا على جنب. ما كبيتهم. وين رح نعوزهم ها؟ يمكن نعوزهم لرخي البطاطا هلا اذا عرفت. اوكي. يمكن؟ هون ال سو هي المرقة رح خليها هون، هيدي خليها تغلي. هيدي بنزيها على جنب. هلا بدي ارجع استعملها لقص اللحمة بعدين. عم بدور على شغلة، إذا لقيتها ما لقيتها بعملهم ساعتها بطريقة ثانية. إن
مش مشكلة خلص. رح ناخذ هيدي. اوكي هون شو رح اعمل هلا؟ بدي اعمل بطاطا كثير كرامبل يعني مثل ما بقولوا اذا بدك اكله زي على فرشات يعني اذا باخذ يلي هو تكنيك كثير مهم نحن بنستعملها بالمطبخ قوم اكله زي تك 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 اوكي؟ ناخذ زيت زيتون ناخذ شوية زيت حار حطهم زيت زيتون حط شوية زيت حار مش كثير لأنه مشان ما حرحرة زيت زيتون ما عندي مشكلة حط بتطلع هيك مثل ما بقولوا بالعربي مزلطة بزيت الزيتون بابنا حبق لحية عبالك تدوق حتى ايه حتى لونها اميزنج لونها بيصح ايه هلا انا هاي مثل ما قلت شايف انه في اشياء بتخلينا نكون كرياتيف اكثر بقلب البيت هاي شوكة فيك تدوق فيها اذا بدك وحده للشيف واذا بدها ملح اميزنج هلا انطور بعد 10 دقايق لتطلع طعمة زيتون وطعمة الزيت وال يخدم بعضه لحتى يطلعوا كل الطعمات بقلبها هلا بنحط بعد زيت زيتون في عنا زيت زيتون فبحطها على جنب هون بهذا الشكل فوالا هيدي هلا كمان وقت التيستينج برجع بسخنها والمي بخليها لانه البطاطا بتشد البطاطا مستعملها مستعمل بطاطا النشويات فيها كثير عالية فالبطاطا بكون نشويات فيها كثير عالية شو بيصير؟ شو بيصير؟ بتشد على طول بتشرب كل شيء بقلبها ما بتضل رخوه سو على طول بدي ارجع الملمس مثل ما كان يا بزيد حليب يا بزيد مي هلا انا ما عم بزيد مي عم بزيد مي البطاطا لانه الطعمه وين؟ بالمي اوكي سو على طول حتى دور على الطعمه وينية خلينا نقص اللحمه بس كمان لفرجي المشاهدين على السريع وانا برجع بطبخها تحت الهواء بدنا نقول اكيد لكل اللي بحبوا يرجعوا يشوفوا الريسيب فيكم تشوفوها على الويب سايت عندنا وعند مارون كمان وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب تشانل صحيح رح يقطعوا بعد شوي نحن الرسات على طول موجودين الانجريدينت حتى في نعمل داونلود للرسات على الويب سايت واكيد في احضروا الفيديو على ام تي في من الويب سايت وفيهم الحلو اللي عم نعمله صار لنا فتره طويله اصلا اكيد مشاهدين على طول على الويب سايت عم بيشوفوا انه كل وصفه بنصور كل المكونات تبعها بنصور كل المكونات تبعها يعني من فوق سو بيقدروا يشوفوا مضبوط مكونات شو هن مرات بنقرا انجريدينت ما بنعرف شو هن بس لما بنشوفهم اكيد بنقدر نعمل لهم ايدنتيفيكيشن هيدي فيلي مثل ما شايف قصها بهذا الشكل ورح ارجع قصها قبل ما اطلع على الهواء هلا انا انتبهت كيف قصيت اللحمه على طول فيها جرين هاي الجرين تبعها هيك بنقولها احنا جرين لتطلع اللحمة طرية لما بدك تطبخها بدك تقص بعكس الجرين اوكي تحية هيدي بنشوف الفايبرز يعني قصيت هيك هي بنقول لهم ذا جرين يس هي بنقول جرين هيك هلا لحتى تطلع اذا بقص اللحمة كلها هيك بطبخها بتطلع قاسية شوي باخذ اللحمة على طول بقصها اجينست ذا جرين طلع اوكي لما بتطبخها هي بتعطي تأثير بالطبخ سو هي شغلة بالدجاج باللحمة أكثر شيء بالسمك مش موجودة بقصهم بعكس الجرين انا وهلا بعملهم يعني جوست بولي وبكبهم بقلب الصوص وهيدي يا اخي لكن بعد عنا بس نحط اللحم بقلب صحيح. بقلب اليخنه نحن رح نحطها بعد شوي بهالوقت صار الوقت انه نعمل جوله على ابرز برامج السهره والبرامج اللي بالايام اللي جايه على شاشه الام تي في تكونوا معنا بعد شوي أكلتنا صارت جاهزة ورولا جاهزة كمان تدوق مارون عندك أي تعليق قبل ما يكمل؟ تعليق على الهواء خلص أنا هقول لك اليوم يو سيد إناف أنا بتصور جود أول جود ثينكس سايلنس إز جولدن أول جود ثينكس أول جود ثينكس بتعرفي شو رولا أحلى شيء العفوية بالحياة والله العظيم أكيد أنا وايد وي كومبليكيت لايف صراحة في أحلى من الصراحة أنا صريح هلا سألت بصراحة طلعت على الهواء انه بس انه صبر ماشي الحال
واحدة. البطاطا عن جد دقة أنا بشي شي بشهي. أنا ما تبعت المقادير بدقة، ولكن في زيتون، في سان دراي توميتوز. أنا بتخيل شوي شي. I love sun dried tomatoes. شوي مش كثير. أنا برد رح أقعد، في شي عم شلال هوا نازل من فوق. Here you go. اهلا وسهلا. شكرا. يعني بس شكراً. لي تو ميك ات اب على طلعة الهواء رح زد لك شوي. شكل الطبق مثل ما هو، يا ريت كان غير الكاميرا. بدفي يعني. هذا اللي كان عم بيقولوا لي. من وحي سيزن. ابسولوتلي. بعدين هي لي انا. شباب طبخت لكم اليوم الغداء. طيب. أنا عارفة لما فات من الباب كل ما يكون مارون هون بعرف بطير الغدا. مش منيح ولا مش منيح يعني؟ روعة. البطاطا بتجنن. ايه برغم انه كومبينيشن، مع انه كثير سريعة الطبخة يعني. لو الزيتون يعني حجمه صغير بس عن جد طعمته ما في. هلا اكيد بقى بتحس بالبطاطا وبباقي الاشياء. صح. بس بحس دائما انه يمكن اقوى طعمه عنده بريزنس، لانه عنده بريزنس. هلا بعدين الاكله هي شريد بيف مع 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 زيتون. الزيتون هو بارت اساسي من الريسيت. عرفت كيف؟ هيدي شو مصدرها؟ كف مارون اذا بدنا نقول، لانه عن جد فيها تكون من هي ميديترينيان. ميديترينيان يعني منا ليتلياني ولا فرنساوي ولا يعني انه فيها هالميكس اوف. بس اتس سبيريت يعني، هذا كوزين اللي انا بعملها بوتنشال. عرفتي؟ انا بعمل كوزين كثير ميديترينيان، الليبانو ميديترينيان. خليني اقول يعني بتشوفي فيها سبيريت اللبناني، فيها سبيريت الايطاليان، الكوت اليوناني، الزيتون. انه دائما بتفكر بالمكونات او المقادير الموجوده عندنا يعني المحليه لما بتفكر. طبعا بدك تطلع بافكار جديده. طبعا من هذه صار بتصير عندك طريقه نوع من البروموشن يعني للبلد. هلا مش بروموشن بس، انا بالاخر انا لبناني، انا ماني لاني فرنساوي ولا اني ايطالياني ولا اني شيء ثاني، انا لبناني. سؤال انه الشغله الاساسيه انه بدي افكر اطبخ، بدي اطبخ شيء بيمثلني وبيشبهني، بيشبهني كلبناني، بيشبهني كشيف بذات الوقت. يعني في هالشغلتين مهمين بين بعضهم. عرفت؟ والحلو انه الطبخه يعني بموسمها وهذا بيعطي طعم، بيعطي فاليو، بيعطي طعمه، بيعطي ريشنس، بيعطي كل هودي. اكيد شيف هارون بدنا نشكرك. انا كمان ميرسي ورولا صحتين. رح نروح هلا على بعيدا عن الاكل والاشياء اللذيذه والطيبه، بس ضيفنا لذيذ هو الكاتب السياسي جوني منير، اللي دائما الناس بتنطره تتعرف منه يمكن معلومات ليلى اللي بيعرفوها قدو. بعد كم دقيقه بنكون مع توب ستوريز. I'm still holding on to your waistband.